سنين انت عملتوا اكثر من هيك، توفعت بعثتوا رساله هي. الى الفيفا الكاتب العام للفيفا فيها العديد من النقاط. باه خلينا نبدا بنقطه بنقطه ما دام زلنا في التحكيم. قلت بانه وضع يد السيد رئيس الجامعه على التحكيم، شو معناه؟ كما كان يحكي معناها هذه ما يخفى على حتى حد، كونه معناها أني كنت قريب من مسؤول كبير معناها في جمعية كبيرة، كان معناها يكلموا رئيس لجنة التحكيم ويقول له شكون تحب نعين لك، معناها أنا وأنا بجنبه معناها ما يكلم رئيس لجنة التحكيم، يكلم السيد المسؤول هذا متاع جمعية كبيرة يقول له الماتش هذا شكون تحب نعين لك قدامك هذا قدامي بربي كان نجم نزيد نضيف حاجة هي. تتصور أخوي معز السنة الفارطة يحكي لي رئيس جمعية في السي دو اللي هي الهوا الاثنين، مقابلات البراج وصلت 5000 دينار المقابلة إذا كان تحب تاخو حقك، و 10000 دينار إذا كان تحب نربحوك. هذا بشهادة؟ بشهادة، وكان يحبوا معناها مستعد باش نجيب وعندي معناها موجودة. لا لا نعرف موجودة. خليني كمل نعرف. استغربت كله موجود، أنا كله موجود إلى حد. أما هذا كان عضو مكتب جامعي تسمعها منه هو معناها إلى حد 2010 كنت رئيس جمعية، وبالحق ما نسمعش بها الحوايج هذه، لكن السنوات الأخرانية الشيء معناها ولا مفضوح معناها في الرابطة الثانية في الرابطة الثانية السنة الفارطة اللي يحكي لك رئيس جمعية رئيس جمعية هذا أعطاه فلوس عطاء مالوريزمون عطاء اي عطاء 5000 دينار شيخو حق ولا 10000 دينار باش تبدل المباراة عطاء للحكم سي سنين اي هذا هنا سامحني سي معز سامحني قول لي قول لي خلينا نعطي قواعد اللعبه ونكمل النقاط باش نجي تور دو رول لكن هذاك تجي تشوف هذاك تجي تشوف علاش تلقاه منكله به الجامعه ما خلات ما نكلت به اولا تتصور انت معناها في مجله التاديب العقوبات المالية ولات شيء مهولة صحيح وصلت 20000 دينار في هوات ما معنى باش فريق من الهوات يدفع لك يتخطى ب 20000 دينار شنو ميزانيته هي بالكل وبالتالي بعثوا له معناها علاش خاطر مواقف نرجعوا مواقف مع الشابة ومواقف ضد المكتب الجامعي وكل شيء يبعثوا له أربيتر باش يستفزوا باش بعد يسيناليه باش بعد يجي عقوبات بال 20000 وما كفاهمش هذاك يدخلوا له معناها في الهيئه ويقلبوا عليها عن طريق معناها كلي ديليغي وكلي لي كورديناتور كلم المكل جهه هذيك عصابه هذه ما نحبش اما وزير رياضه خلي كيف القضاه يعني ديما اي لا هو سيت مافيو سيت ان ترافاي دو مافيو لي مافيو مالوريزمون سي كومبورت انسي